السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم مزيانه. بغيت ندير هاد لاستوري غير باش نطمنكم عليا. كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج من عندكم. انا الحمد لله بخير، شكرا لكاع الناس اللي هزوني في الوليد ديالي، الله يرحمه ويوسع عليه. هادشي اللي نقدر نقول لكم. الله يرحمه، واللي عنده والدي الله يخليهم ليه، واللي ماتوا الله يرحمهم. هادشي اللي بغيت نقول لكم وطمنوا عليا. انا الحمد لله بخير. دايزة الله يرحمه والله يوسع عليه. سمحوا لي قطعت السطوري، ما بغيتش نبكي، حيت الا بكيت عندي خويا مسكين في الغربه ما شافوش 13 عام، بحال غنقلب عليه المواجع. اللي نقول لكم هو دعوا لي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره فيما تفكروني، دعيو معاه. بغيت نقول للناس اللي صيفطوا ليا وعزاوني وما قدرتش نجاوبهم سمحوا لي بزاف والله ما قدرت. الناس اللي قدرت نجاوبهم جاوبتهم، الناس اللي ما قدرت سمحوا لي بزاف وشكرا. شكرا لاي واحد خدا من الوقت ديالو، واللي جا ولا اللي ما جاش ولا اللي صيفط ليا غير ميساج. الله يرحم لكم الوالدين والله يخلي لكم والديكم. اللي والديه ميتين نقول لكم الله يرحمهم والله يوسع عليهم ضيقة القبور. هادشي اللي كاين، كنبغيكم بزاف وشكرا لكم كاملين. وان شاء الله عندي بزاف ما نقول لكم، ولكن باقي ماشي وقت نحس براسي قادره نهضر ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.